أنا المهندس إسلام مجدي خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الغذائية الشروق. عندنا وكلاء موجودة على مستوى الجمهورية أكتر من 35 وكيل، وعندنا أسطول عربيات بيخدم الوكلاء دي عشان يسلموا البضايع لحد عندهم في أي محافظة. كان لازم يبقى معانا برنامج قوي، عملنا مفاضلة بين البرامج اللي موجودة في السوق، فما لقيناش أحسن من برنامج أونكس برو من شركة ألتيميت سوليوشنز. تعاقدنا عليه في سنة 2018 ومستمرين معاه لحد دلوقتي. من الحاجات اللي سهلها لي أونكس برو إن أنا أقدر أتابع الشغل بتاعي من اي مكان، مش لازم من مكتبي بس، انا اقدر من اي مكان ادخل اجيب اي معلومة انا عايزها. اقدر اعرف انتاجي اللي طالع النهاردة قد ايه، اعرف ارصدة مخازني قد ايه، ارصدة مورديني قد ايه، اعرف ليه فلوس في السوق قد ايه. كل الكلام ده سهلولي من اي مكان اقدر ادخل عليه في ساعتها. بقى عندنا داتابيز قوية نقدر نعمل بيها اناليسيس على حركة المنتجات اللي موجودة عندنا، التعامل كنترول قوي جدا على المخازن، وبيقدر نطلع الرصيد بشكل لحظي، وبيقدروا دلوقتي يعملوا طلبات الصرف يبعتوها على المخازن، والمخازن تعمل انزال من طلب الصرف، وده ساهم ان العمليه الانتاجيه ما تتعطلش معانا. بالنسبه لفريق التنفيذ في Ultimate Solutions، دربوا الناس عندنا ورفعوا الداتا بتاعتنا في اسرع وقت، ونفذوا البرنامج في وقت قياسي جدا، والدعم الفني اللي موجود في الشركه وسرعه الاستجابه اللي موجوده معانا. احنا ان شاء الله الفتره الجايه هنتعاقد معاهم ايضا على مديول التوزيع. احب اوجه الشكر لكل فريق Ultimate Solutions، شكرا جزيلا.